لمن كان أعدى موسم الصيف لقاء سامر وابتهاج وسرور غامر ملتقى البحر ينمي الموهبة يغرس البذرة فينا والهبا ويغذي فتغدو سامقا ثم نجني ثمارا طيبا وطني روضة الشعب المجيد قد أتينا نحمل الحب الأكيد وطن يرنو إلى غايته بازدهار وبإقبال جديد وطني روضة الشعب المجيد. ومن إنجازات الماضي المشرقة التي شاهدتموها يا صاحب السمو تنطلق آفاق الحاضر المتألقة، فعاليات متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع جهزها القائمون على الملتقى لتتنوع المائدة وتعم الفائدة. عرض لأهم مناشط ملتقى 32 هجري يلقيه مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة ومدير ملتقى البحر الصيفي سعادة الدكتور مسعود القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن فهد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة خير، سعادة الأستاذ محمد الوافي وكيل محافظة جدة، أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم بين يديكم عرضا موجزا ملخصاً لأهم البرامج التي ستقام إن شاء الله خلال هذا الملتقى، وأختصر عليكم في الوقت كسباً لوقتكم. أولاً، الفعاليات ضمنت اسم رقم 32 باعتبار العام الهجري الذي نعيش فيه، والملتقى يعيش في عامه التاسع بهذا الرقم. فعالياته ما بين الفعاليات الرجالية التي تبدأ من 1/8 إلى 12/8 خاصة بالرجال، ثم يعقبه النساء من 14/8 إلى 21/8. أما فعاليات الشباب التي ستكون مجاورة لنا فستستمر لمدة 18 يوماً في الساحات المجاورة لهذا المركز. المكان هو في هذا الموقع وفي هذا المكان الحضاري الضخم الذي تشرف عليه مشكورة أمانة جدة، والذي يحوي العديد من المناشط، مركز الملك عبد العزيز الثقافي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي في أبرق الرغامة. فنشكر أمانة مدينة جدة على مساهمتها معنا في هذا البرنامج. المدة ستكون مدة 21 يوم بإذن الله عز وجل. فعاليات المسرح ستكون من الساعة 7 إن شاء الله من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 12، تقام فيها مجموعة من المحاضرات ومن الندوات ومن الأمسيات الثقافية والأدبية، بالإضافة إلى مسابقات الجمهور والألعاب والفواصل التي ستكون في هذا المسرح، ويكون في نهاية المطاف سحوبات على جوائز قيمة بإذن الله. يعقب ذلك قاعات التدريب، وسيقدم الملتقى إن شاء الله 40 دورة، 24 دورة للرجال و16 دورة للنساء في قاعة التدريب التي تشرفتمونا بزيارتها. نتوقع أن يستفيد منها 2000 متدرب ومتدربة. مسرح الطفل قد رأيتم أجزاء منه في العرض الوثائقي. سيقدم الملتقى إن شاء الله في المسرح في هذا المكان الأجمل إن شاء الله مجموعة من الأنشطة، منها أفضل مرتل وأفضل منشد وأفضل ملقي وأفضل محاور وأفضل ملون ورسام. أيضاً سيكون الهدف غرس قيمة ليلية في أبنائنا وفي نفوس بناتنا أيضاً من خلال هذه البرامج.
أما الفعاليات الرياضية التي ستقدم هذا العام في الساحة المجاورة للملتقى فسيكون دوري كرة القدم ل 12 فريق للكبار و 12 فريق للبراعم، أيضا دوري لكرة السلة لثمان فرق ودوري كرة الطائرة لثمان فرق أيضا. أما دوري ذوي الاحتياجات الخاصة فسيكون إن شاء الله لثمان فرق، أربع فرق في السلة وأربع فرق في كرة القدم. المعارض المصاحبة التي شرفتمونا بزيارتها معرض الساحة الكبرى للتعريف بالجهات الخيرية المشاركة، ومعرض السيرة النبوية، وقاعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأخيراً معرض الهداية ومعرض الهوية الإسلامية. فعاليات الشباب تستمر بإذن الله عز وجل ليلياً من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 ليلاً، يتم استقطاب الشباب من أحياء مدينة جدة إلى المكان، ويعني نسعد بشبابنا وهم يشاركوننا في هذا الموقع. هناك الحقيقة جوائز وسحوبات على رأسها جائزة سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المختلفة للزائرين والزائرات. أما مسابقة السيرة النبوية التي ستكون على الموقع الإلكتروني للموقع فهي تتيح الفرصة للمشاركة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المسابقة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعقب الملتقى الرجالي للملتقى النسائي، وكل الفعاليات التي تقام للرجال تقام مثلها وربما أكثر للنساء بشتى البرامج. الحقيقة هناك تغطيات إعلامية جيدة للملتقى، منها البث، بث رسائل وتغطيات عبر القنوات الفضائية، وحفلنا في هذا المساء يقدم إن شاء الله على الهواء مباشرة من خلال 12 قناة في هذا المساء، وأيضا هناك رسائل يومية عبر بعض القنوات المشاركة، هناك أيضا تواصل من عبر الإعلام الجديد، والذي الحقيقة أتحفنا الشباب حقيقة بالمشاركة فيه. الجودة والتقييم، الحقيقة أننا نسعى لضبط أعمال اللجان والرقي بها لأعلى درجات الجودة، ولله الحمد قد حصل الملتقى على شهادة إشادة من الجودة السعودية في عام 28. نحن الآن بإذن الله عز وجل نسعى بإذن الله للحصول على شهادة الآيزو العالمية والحصول على شهادة الجودة السعودية، وهذا طموح عند جميع العاملين في هذا الملتقى، والعاملون يربو عددهم على 400 عامل وعاملة متطوعين محتسبين في هذه الأعمال. أخيراً، جميل أن تفكر في نفع الناس، والأجمل أن تسعى في تحقيقه. يسعدنا حضوركم ونشكر لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكتب والفرحة تغمرني، ونسيم الشوق يملأني، وحروفي ترقص على ورقي. الآن يا صاحب السمو جاءت اللحظة الحاسمة في حفلنا الذي تمتعنا فيه بوجودك. لدينا يا صاحب السمو مسابقة للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم، وهي مسابقة وضعت في النت على العنوان التالي mj32.net، والتي وضعت حتى تتعدى فائدة الملتقى الحضور وتبلغ من تحول ظروفهم دون المشاركة على المشاركة معنا من خلال النت. فنستأذن سموكم لتدشين هذه المسابقة على النت.
والآن حفلنا الكريم مع كلمة رعاة الملتقى، ويلقيها بنيابة عنهم منسوبو شركة مجموعة علي الأسود القابضة للتجارة والمقاولات المحدودة، الراعي الماسي للملتقى، ويلقيها الأستاذ أحمد صالح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد آل سعود وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حثنا ديننا الإسلامي على التكافل الاجتماعي، وجعله مبدأً يشيع المودة والرحمة بين أفراد المجتمع بهدف تدعيم الروابط وتوثيق أواصر المحبة والإخاء، استناداً إلى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص في شعوره بالمسؤولية الاجتماعية وقيامه بدوره المطلوب في دعم وإنشاء المشاريع التي تخدم الصالح العام. من هذا المنطلق يجب أن تعي مؤسسات وشركات القطاع الخاص أنها ليست معزولة عن المجتمع بقدر ما يجب أن تكون جزءاً من تركيبته، لتتحول من كونها مؤسسات جامعة للربح المادي إلى مؤسسات مانحة للمال جراء إحساسها بمعاناة أفراد المجتمع والعمل على تخفيف همومه. ناهيك على أن قيام مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص بدورها في تحمل المسؤولية الاجتماعية يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بمفهومه الشامل والمتوازن. إن من واجبات مؤسسات القطاع الخاص السعي في تخفيف نسبة البطالة من خلال تأهيل العاطلين عن العمل والمساهمة في بناء المدارس والمراكز الصحية ودعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية المتطورة وتبني الطلبة المتفوقين والموهوبين ودعم البحوث والدراسات العلمية والمساهمة في البرامج التي تقدمها الجامعات لخدمة المجتمع والبرامج والفعاليات الخيرية، والقائمة تطول. لقد حان الوقت لتضيف مؤسسات القطاع الخاص إلى خانة أعمال البر والإحسان، خانة الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة من منظور الواجب الأخلاقي والقانوني والإنساني. ويجب أن يكون هناك تكامل بين هذه المؤسسات وبين الجهات المنظمة مثل الغرفة التجارية لتنظيم وتطوير أساليب ووسائل الدعم ومساعدة هذه المؤسسات لتوجيه دورها إلى الوجهة الصحيحة. إن الشعور بهذه المسؤولية والشعور بحاجة المجتمع إلى خدمة القطاع الخاص له بدأت تأخذ منحاها الصحيح الإيجابي في مجتمعنا المتسارع في التنمية في ظل التوجيهات السديدة التي يحظى بها المجتمع السعودي من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وتوجيهات نائبيه، والتي خلقت نوعاً من الحميمية بين مؤسسات المجتمع بمختلف أطيافها. ونحن هنا في منطقة مكة المكرمة وبتصور كامل يسعى إلى الوصول إلى العالم الأول، يرسم بريشة المبدع راعي حفلنا هذا صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. نرى ثمرات هذا التكامل بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وما حضورنا جميعاً هذه الليلة في هذه الفعاليات المنوعة وهذا العمل التطوعي الرائع في ملتقى البحر الصيفي إلا صورة من صور التلاحم بين المسؤول والمؤسسات الحكومية والقطاع الخيري والقطاع الخاص والمواطن الذي هو أساس في هذا المجتمع المتلاحم. وهنا تقوم شركة مجموعة علي الأسود القابضة للتجارة والمقاولات المحدودة نيابة عن الرعاة الداعمين لهذا الملتقى لتقول كلمة صدق ووفاء لديننا ولوطننا ولمليكنا وولاة أمرنا ولمجتمعنا نحن القطاع الخاص في خدمة التنمية في هذا البلد المعطاء، وسنبذل قصارى جهدنا في سبيل دين هذا البلد المعطاء وأهله الأوفياء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يا صاحب السمو، نستأذنكم لتشرفنا في منصة المسرح ليتشرف الداعمين والرعاة للملتقى باستلام هداياهم التذكيرية التي يقدمها الملتقى عرفانا لهم بالجميل. المكرمون من قبل إدارة ملتقى البحر الصيفي 32، معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويستلمها نيابة عنه المدير المساعد لفرع وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله الناصر. لا يفوتنا أن نرحب الشيخ عبد الله الناصر نائب مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة، مرحبا به. معالي أمين أمانة جدة المهندس هاني أبو راس. رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات جدة غير 32 صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود. رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار. الراعي الماسي للملتقى شركة مجموعة علي الأسود القابضة المهندس صالح علي الأسود. الراعي الماسي شركة سمو الشيخ عايض القحطاني، ويستلمها الشيخ سليم الحربي. الراعي الذهبي مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ويستلمها الأستاذ فهد الدعيلج. الراعي الذهبي مؤسسة الجميح الخيرية، ويستلمها الأستاذ جهاد العسكر. الراعي الفضي شركة أبي الإيدز، ويستلمها الدكتور صالح بن عمر بادحدح. شركة القلزم للمأكولات البحرية، ويستلمها الأستاذ خالد بن عبد العزيز الغامدي. الراعي المشارك
شركة محمد عبد الله هاشم، ويستلمها الأستاذ صالح بن سالم باقلاقل. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، ويستلمها الشيخ عبد الإله الحيفي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجنوب جدة، ويستلمها الشيخ خالد باوزير. مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ويستلمها الأستاذ عايد السفري. الراعي الصحي جمعية زمزم الصحية، ويستلمها الدكتور عادل المشعبي. الراعي الأسري، وتستلمها جمعية المودة الخيرية للإصلاح الأسري، ويستلمها الأستاذ زهير ناصر. الراعي الصحفي جريدة عكاظ، ويستلمها الأستاذ عبد الله حسون مدير العلاقات العامة. الراعي الفضائي قناة المجد، ويستلمها الأستاذ بندر المساعد مدير مكتب قناة المجد بالمنطقة الغربية. قناة اقرأ، ويستلمها الأستاذ حسن العطاس. الراعي الصحفي الإلكتروني صحيفة سبق، ويستلمها الأستاذ أحمد العامودي. الراعي الإلكتروني مؤسسة الخط العالي توب لاين، ويستلمها المهندس عبد السلام العويدان، وينوب عنه الأستاذ علي المشيخي. الراعي التوثيقي شركة دلة للإنتاج الإعلامي الأستاذ هاني القثمي، ويستلمها بالنيابة عنه الأستاذ سمير بالبيد. وشكر خاص للمنظمون للجنة الملتقى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، ويستلمها عضو مجلس الإدارة الشيخ سليمان العيفي. الشيخ سليمان العيفي. سيفي. طيب، وأخيرا تكريم خاص من قبل أسرة ملتقى البحر الصيفي 32 لمن له الفضل بعد الله تعالى في إقامة هذا الملتقى المبارك، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة. ويستلم تكريم نيابة عنه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية سمو الأمير عبد الله بن فهد. وأخيرا نشكر لكم يا صاحب السمو تشريفكم ورعايتكم لحفلنا الكريم، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، وندعو الله أن يكتب النجاح لملتقانا هذا العام وتتحقق كل أهدافنا، وإلى لقاءات قادمة على طريق المحبة بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.